سريعا للسنغال مع المدرب العام للمنتخب الاولمبي الكابتن اسامه عرابي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا، والمدرب العام الان للمنتخب الاولمبي مباشر من السنغال، ومهيب عبد الهادي. اتفضل يا مهيب. شكرا ليك كابتن سيف. بالفعل على الهواء مباشرة من مدينة سالي في السنغال. يمكن الافتتاح كان النهاردة كابتن سيف، ولازال الشوط الثاني بيتلعب دلوقتي ما بين السنغال وجنوب أفريقيا، والسنغال متقدمة إلى الآن بهدفين مقابل هدف واحد. النهاردة كان في مؤتمر صحفي يمكن حضرتك عرضته. معنا كابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني والمدرب العام للمنتخب الأولمبي. سريعا كابتن أسامة، أنا عارف إن التمرين خلاص إحنا في التحرك دلوقتي، لكن طمنا معنويات الفريق، معنويات الجهاز الفني. امبارح كان في محاضره اتفرجتوا على فريق الجزائر، ايه اللي بيدور في دماغ الجهاز الفني؟ هل وصلتوا الى التشكيله المثاليه اللي هتبدا بكره امام الجزائر؟ ما فيش شك طبعا، احنا مركزين بقالنا سنتين شغل، لعبنا ماتشات كتيره جدا وديه ورسميه، لكن طبعا دخلنا على المرحله الحاسمه. وامبارح فعلا بعد العشاء كان في شوط اتفرجنا عليه ماتش الجزائر وسيراليون، ان شاء الله النهارده هنتفرج على الشوط الثاني. احنا طبعا كجهاز اتفرجنا على الجزائر اكتر من مره، بس اللعيبه كانت اول مره تتفرج، لكن بعضهم عارف بعض العناصر اللي فيهم لانهم لعبوهم قبل كده في منتخب الشباب. عندهم بعض اللعيبه الجيدين زي راس الحربه، زي الجناح الايسر، الباك رايت، عندهم بعض المجموعه الجيده طبعا. فرقه خطيره علينا لا ان شاء الله، احنا افضل، احنا اكتر ثقه، ولكن بتتمنى في المباريات التوفيق. يعني ان شاء الله احنا افضل فنيا، اللعيبه عندها اصرار كبير، ولكن هيفضل عنصر التوفيق مهم جدا. فدعوات المصريين كلهم لينا ان شاء الله، نتمنى ان احنا نحقق حلمهم بالوصول للاولمبياد، وان شاء الله بكره تبقى بدايه الخير لينا ان شاء الله. يعني متابعين مباراه البطوله ابتدت النهارده السنغال؟ هنسجل طبعا، احنا رايحين التمرين دلوقتي، احنا هنسجل الماتشين، وكان سعاده السفير هنا موجود النهارده على الغدا معانا، وكان بيتكلم مع الكابتن حسام والجهاز على الموضوع ده. ان شاء الله الماتشات هتتسجل وهنشوفها، لان في بعض الماتشات هتبقى في وقت التدريب بتاعنا. يعني يا رب التوفيق يا كابتن اسامه، وان شاء الله بكره يعني تفرحونا باول فوز ان شاء الله في البطوله في مباراه صعبه امام الجزائر ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن. شكرا.